رح بلش كل يوم الاخر عم نحكي عن اقوى محرك انعمل عن كاديلاك بتاريخ الشركه الامريكيه. اقوى محرك يا جماعه عم بحكي عن 6.2 لتر سوبر تشارج في 8. حنحكي كل التفاصيل عنه احنا عم نسوق. ومش بس هيك، اول مره بنشوف شعار في، وكاديلاك ما بتعطي في لحدا غير ما يكون عن جد بيستحقها. تمسح معي بهذه السيارة أبدا. هيدي أقوى سيارة بهذا السيجمنت بهذه الفئة. السيارة اللي نحكي عنها اليوم هي كاديلاك إسكاليد في، السيارة المنتظرة عنا بالمنطقة. التسويق. محرك الجبار اللي جوا. رح ناخذكم بجوله سريعه شو يعني في على هذه السياره الفخمه، شو يعني تعطي فخامه، شو يعني تعطي اناقه، شو يعني تعطي بيرفورمانس، شو يعني تعطي اداء. هذه هي السياره بكل معنى. شغله اللي بخبركم اياها قبل ما نمر على تفاصيل السياره، تعتبر باللارج اس يو في سيجمنت، يعني الاس يو في الضخم، هيدي اقوى سياره بهذا السيجمنت بهذه الفئه. شو اللي مغير بالاسكاليد في؟ شو يعني اسكاليد في غير انه عم بحكيكم عن 682 حصان، غير انه عم بحكيكم عن 885 نيوتن متر تورك، غير انه عم بحكيكم عن مجموعه من التكنولوجيا الرائعه اللي موجوده فيها للسياره، اول ويل درايف، 10 سبيد، تعديلات على السسبنشن، كله هيدا كثير منيح. حاخذكم بجوله بس شو عم بيصير بخارجيه السياره. شوفوا معي اول شغله بتلاحظها، التسويد. تسويد يعني عم نحكي عن نسخه رياضيه، شبك ضخم، وكل فتحه موجوده هون وموجوده هون موجوده لسبب لتقلكن ان انا بدي دخل هواء للمحرك الجبار اللي جوا على السوبر تشارج الاخوت اللي موجود بكل معنى الكلمه. عندك حتى هون صارت الاناره، يعني رح وطي معي الاناره اللي موجوده هون، اناره سيجنتشر من عند كاديلاك صرنا نعرفها، الطوليه اللي موجوده هون، انما هون صار في عندك فتحات، وهون عندك فتحات، وهون عندك فتحات، وعندك كمان شفره اضافيه موجوده هون لتعطيك ايرودينامكيه وشكل هجومي مخيف لسياره الكاديلاك اسكاليد في. من الجانب عم شوف جنط خاص لكاديلاك يا جماعة، جنط خاص مش لكاديلاك اسكاليد، جنط خاص للفي. ولاحظ معي هون عندك 6 بيستن كاليبر باللون الأحمر مع برامبو. سؤال إن ذكرت الأحمر مش لأنه بس رياضي، لأنه لما تطلع على المفتاح رح تلاقي اللون الأحمر اللي موجود هون نفسه هو اللي موجود على الكاليبرز الموجودين. وحركات كاديلاك لتميز لك السيارة حطت لك في كمان هون، وفي موجود على فكرة شغلة أساسية، الفي اللي موجودة هون الضخمة. انا برايي كاديلاك كان لازم تحط بعد اكثر في وتكبر اكثر في لتفرجي اي شخص ماشي على الطريق ما تمزح معي بهذه السياره ابدا. بدي افرجيكم شغله على فكره، هون كمان في عندك شكل كاديلاك، هو حركات كاديلاك اللي انا بحبهم، تفتح تنزل العتبه اللي عندك لتقدر تفوت على السياره مرتاح، انما احنا مش حنفوت على السياره هلا، رح نرجع لمقدمه السياره. قرب قرب قرب، شوف المحرك المجنون اللي موجود هون، كاديلاك سوبر تشارج في وهاند بيلت، يعني هذا مبني باليد، واسم الشخص اللي بني لك المحرك المجنون موجود هون، يعني انت مين الشخص اللي بني لك المحرك موجود هون. ولتعطيك كمان زياده في بالاسكاليد في، عندك الفي اللي موجوده هون، يعني خلص بتخيل. لا قبل خلينا نروح على خلفية السيارة، فرجيكم خلفية مختلفة جدا بالاسكاليد، خلفية رياضية بامتياز، بعدين نطلع بالسيارة بنفرجيكم بعض التفاصيل اللي موجود داخلها، وادرينالين واكشن على الماكسيموم. بالخلف شو عندك؟ عندك أول شيء زعل معي اكزوست 2 3 4 كواد اكزوست مجنون موجود على الخلفية، وصوت مش طربي ومش سيمفونية ومش أوبرا، ما بعرف شو بنسميه، صوت ولا أروع من هيك، يعطيك قيادة ولا أحلى من هيك. وعندك أكيد الديفيوزر الموجود بالخلف،
طبعا فتح لوحده لانه مجرد ما اني قطعت ايدي من هون بيفتح وبيفرجيك المساحه المهوله اللي موجوده جوا. رح نرجع نسكر الصندوق. في اشياء موجوده بكل اسكاليد وموجوده بمعظم السيارات الامريكيه وكادلك بعدها محافظ عليها حتى بنسخه 2023، اللي هي انه انت من هون فيك تفتح الازاز لوحده، غير انه فيك تفتح بالكيك وبالمفتاح، كمان بكبسه كادلك من هون فيك تفتح الصندوق الخلفي. حكينا كثير عن خلفيه السياره، حكينا كثير عن التصاميم والحركات الفي اللي موجوده فيها، صار لازم نطلع بالسياره ونسمعكم صوتها اللي هو الاهم، وبنفس الوقت نعيشكم جنون سياره تنطلق من 0 ل 100 ب 4.6 ثواني، 682 حصان مجنون على كادلك اسكاليد في. رح نطلع داخل كادلك اسكاليد في يا جماعة، ولأنه عم بحكي عن في ما حخبركم شيء عن المكسورة الداخلية، شغلة واحدة بس وهذا أنا معبني بالفي. حط الفي مود هون، خلينا توقف ليسي أول شيء بس داخلية السيارة يا جماعة. رح نرجع نقدر نطفي السيارة، نقدر نحكي معكم الصوت عالي جدا. داخلية السيارة من جوا عم تحكي عن بريميوم ليفل كاديلاك اسكاليد، مع الأخشاب اللي موجودة فيها، مع التطريز اللي موجودة فيها، كل فخامة كاديلاك اسكاليد موجودة بالفي. جماعة كاديلاك قالوا لك لحظة، أنا ما بدي أعطيك سيارة تانية مختلفة، بدي أعطيك فخامة كاديلاك اسكاليد، إنما مع محرك وبرفورمنس جبار جدا. بدل شيفتنج اللي موجود هون، عندك شعار في هون، وشعار في كمان موجود من هذه الجهة، فيك تعلي وتخفض السيارة مثل ما بدك. وعندك كبسة في هون، وهيدي الكبسة اللي موجودة هون بتفتح لك شاشة قدامك، ستيرينج، سسبنشن، انجن، بريك، انجن ساوند، اول ويل درايف، كل شيء بدك اياه موجود، لتقدر تنطلق من 0 ل 100 ب 4.6 ثواني، لتقدر تعيش تجربة ولا أروع من هيك. أنا صراحة ما حخبركم تفاصيل أكثر من هيك عن السيارة، رح أطلع بالسيارة نسوقها مع بعض، وهونيك الأكشن. مبلشينا اكشن، صوت ولا اروع من هيك على محرك 6.2 لتر سوبر تشارج، 682 حصان، 885 نيوتن متر من التورك، من 0 ل 100 ب 4.6 ثواني. قد ما عدت هول الارقام رح ضلني اعيدهم، لانه هيدي هي الاسكاليد في يا جماعه. سياره مرعبه بكل معنى الكلمه، اقوى محرك انوجد بتاريخ كاديلاك كله على السياره، اقوى لارج سايز اس يو في، اضخم اس يو في ومحرك مخيف جبار. انما فكره الاسكاليد في يا جماعه مش مثل ما خبرناكم بس من برا واكسسوارز ومحرك وجنون واكشن، فكرتها كمان انك انت عم تاخد لكجري بكل معنى الكلمه، فخامه بكل معنى الكلمه، عم تاخدها على سياره فيك تعمل فيها. اكتبوا احنا بعد ما لنا بالفي، احنا بعدنا ماشيين بنمط طبيعي جدا، وعندك هيك صوت، الصوت فيك توطيه على الاخر. ما بعرف ليش بدك تعمل هيك، يعني صراحة أنا إذا عندي هاي السيارة كل ما دورها بدي أزعج جيراني، كل ما دورها بدي أفرجيهم إنه عم دور محرك الـ V8، بس في ناس بتحب تطلع على رواق، فيك تحطها ستيلث، تغيرها من الشاشة من هون، خلصت أمورك بالسليم، تطلع على الصوت العادي وتطلع على صوت الـ V وبلش تجن. من ناحية الفخامة يا جماعة، السيارة من جوا ما فيها تغييرات أبداً 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 عن سيارة الإسكاليت العادية أو البريميوم، لأنه أخذوا جماعة البريميوم وقال كيف فينا نعمل البريميوم أحسن، حطوا عليها بادج الفي. من الناحية الداخلية عندك نفس المواصفات والمميزات اللي موجودة على الكاديلاك اسكاليد بريميوم، الخشب الرائع اللي موجود هون، الجلود، مقاعد مبردة مدفقة، مساج، كل شيء، الثلاجة اللي موجودة هون، يعني اندرويد اوتو، ابل كار بلاي، وايرلس، حدث ولا حرج، التشارجينج تبعك بيكون موجود هون، عندك كل شيء بدك اياه، كل الفخامة اللي موجودة بسيارات اسكاليد موجودة بالفي. هي ذاتها 36 سبيكر ولا احلى من هيك. على فكره موضوع السبيكرز كثير اساسي بموضوع الاسكاليد، لانه عندك سبيكرز هون، تخيل عندك سبيكرز بالهدرس، عندك 36 سبيكر، الداشبورد من قدام كله سبيكر، يعني عم خبركم عن امور موجوده بحيالله سياره اسكاليد موجوده كمان بالفي، لانه فكره الفي اسكاليد في فكرتها فكره واحده، فكرتها فخامه مع بيرفورمانس مع اداء عالي، وهذا اللي عم ناخده بهذه السياره.
من ناحيه التكنولوجيا عندك كل شيء انت بدك اياه فيك من هون. على فكره شاشه 38 انش اولد الكيرف السيجنتشر تبع سياره الاسكاليد موجوده بالاسكاليد في ما تغير فيها شيء. التغيير واحد صار على الشاشه اللي هون لانه بدك المعلومات الرياضيه تكون موجوده قدامك. ومنش يعني هي الشاشه اصلا ثلاث شاشات واربع من شاشه هون وشاشه هون وشاشه هون على اليسار. ومن هون فيك تحط اوجمانتد رياليتي بس تحطها شوف تفتح قدامك الكاميرا. واذا انت حاطط نافيجيشن بتصير تعطيك من وين الدايركشن اللي انت لازم تروح لها. عندك نايت فيجن كمان طبعا لما تكون ماشي لما تكون بالنايت عشان هيك اسمها نايت فيجن او المنظار الليلي. وعندك مجموعه كتير كبيره من التحكم اللي بيصير بالشاشه من هون والهيدز اب ديسبلاي. يعني اسكاليد اسكاليد بكل معنى الكلمه انما حامل بادج في المرعبه. مساحات حدث ولا حرج. والحلو اللي ما احنا اللونج ويل بيس يعني المساحه اللي عندك هي لورا ما بتخلص للاخر ما بتخلص. مساحه شاسعه ان كان بالمقاعد. الاسكاليد فيها فكره بتجي ما بتجي ثلاث مقاعد بالصفتين, بتجي مقعدين مفصولين بالنص مع كابتن سيتس فيك تقطع لورا انت قاعد مرتاح. اللي قاعد بالصفوف الثالثه لانه معنا اللونج ويل بيس حتى لو ما كانت لونج ويل بيس عندك مساحات مساحات قد ما بدك لتكون مرتاح لانه السياره هي لارج اس يو في يعني اس يو في ضخم فخامه وبرفورمانس لانه معك البادج. من ناحيه شو اللي بيميز الفين الداخل عن الاسكاليد البريميوم قلنا لكم نفس السياره عندك بادج في موجوده هون على الستيرنج ويل وبادج في موجوده هون على اليسار. هون حتى بتحكم بالدرايفنج مودز بعلو السياره. على فكره عم نحكي على علو السياره وتخفيض السياره فيها ادابتيف سسبنشن او نظام التعليق الهوائي اللي موجود على السياره. انما جماعه كارلك قالوا لك احنا عم نعطيك سياره في يعني لازم نعدل لك على نظام التعليق. اشتغلوا بقوه على نظام التعليق واعطوك نظام تعليق الهوائي المتكيف اللي انت معود عليه تاخذ راحه كاديلاك. زيد عليه ماجنتيك رايد اللي هو موجود على الكورفات وعلى الكامارو وعلى السيارات الرياضيه اللي موجوده عند جنرال موتورز. يعني عم يعطيك كمان تماسك رائع فيك تنزل فيها على الحلب السياره مرتاح امورك بالسليم. من ناحيه المحرك حنختبر اكشن قد ما بدكم انما محرك سريع يعني عليه 6.2 لتر في 8. المحرك اللي موجود على السيتي 5 في بلاك وينك انما السوبر تشارجر اللي عليه خاص لهذه السياره بطريقه مجنونه. ومش بس هيك عندك جير 10 سرعات مشغول عليه بطريقه ليكون في عندك الاداء الرائع المجنون على هذه السياره ليكون عم بيتناسب مع السوبر تشارج ليعطيك تورك على الواطي ويعطيك ار بي ام عالي. يعني عم تستفيد بكل شيء انت بدك اياه من ناحيه الاداء. اي ال اس دي موجود عليها السياره يعني انت لما تعمل لانش كنترول وحنعمل لانش كنترول مع بعض. على فكره عم يطلع هول الزيح الصفر المزعجين داخل السياره تمام. هيدي قوة البريكنج على فكرة. البريكنج كمان الكاليبرز أكبر معمولين مع بريمبو لونهم أحمر يعني عم بيعطيك الأداء الرياضي بامتياز. على فكرة السيارة فيها لانش كنترول وهذا اللي حنعمله مع بعض. حنعمل لانش كنترول مجنون داخل. أنت عم تتخيل سيارة اسكاليد الضخمة عم تعمل فيها لانش كنترول عم توصل من 0 ل 100 ب 4.6 ثواني يا جماعة. يعني جنون 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 بكل معنى الكلمة. انت عم بتسوق سياره مش ضخمه, سياره اكثر من ضخمه كمان. السياره مجهزه بنظام اول ويل درايف ستاندرد يعني ما فيك تجيها لا فرونت ويل درايف لا دفع امامي لا دفع خلفي. دائما عندك اياها دفع كلي للسياره لانه عم تاخذ بيرفورمانس لانه كادلك بدها تعطيك اقوى بيرفورمانس ممكن على السياره بهذا الحجم. عطتك الاسكاليد في مع المحرك المجنون 6.2 لتر 8 اسطوانات سوبر تشارج وعطتك ال10 سبيد اوتوماتيك لمعدل مخصوص كرمال هيدي السيارة. عطتك نظام تعليق مخيف, عطتك all wheel drive او دفع كلي يعني عطتك كل شيء بدك اياه لتعيش البرفورمانس. وبنفس الوقت دائما نفحة الفخامة او لمسة الفخامة موجودة. انا عم نحكي عن اسكاليد. لما كنا عم نحكي عن اسكاليد عم نحكي عن كاديلاك عم نحكي عن فخامه. نحن رود تريب طويله 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 قد ما بتكون
طبعا مش حفرجيكم كل الطريق لانه الطريق طويل، يعني بحكي عن جد طويل. انما الشغله اللي لفتت الانتباه انه انا قاعد هلا بسياره بيرفورمنس بكل معنى الكلمه، وقتها بدي دور تبريد المقاعد كرمال الحراره، بدور المساج والتدليك اللي موجود بالمقاعد الرائعه، بسمع الصوت اللي بدي اياه، الموسيقى اللي بدي اياها، السبيكرز اللي موجودين بالهيد راست، يعني بكل معنى الكلمه فخامه وبيرفورمنس. يا جماعه حتى لو ما عم تسرع بالسياره بس الصوت رائع. جماعه تكدر لك اشتغلوا على صوت ولا احلى من هيك. بس يعني حالي ار بي ام شوي، ما في سرعه، رواق، شيل. بس ولا احلى من هيك، ولا احلى من هيك صوت البوب كورن. بس واحدة صراحة، لأنه بس شو هيدا؟ على فكرة لسا تكونوا عارفين انه انشغل على موضوع الصوت بالاسكاليت في ليعطيك هالمتعة بالقيادة بكل معنى الكلمة. يعني كاديلاك اجت قالت لك انا حاعطيك سيارة فخمة سريعة رائعة وبنفس الوقت تتمتع بصوت الاكزوست. يعني حضلني ابرم رايح جاي رايح جاي بس اسمع صوت الاكزوست. واو. وبس تكبس كبسة الفي بتعرف شو اللي بصير؟ السيارة بتنزل 25 مليمتر، يعني حوالي 2.5 سنتي، بصير شكلها هيك، بصير شكلها مثل السهم النار جاهزة تنطلق. وحنعمل لانش كنترول. لانش كنترول كل عليك تعمل تحط الفي مود وريليس. لا 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 حجم عم تنطلق بهالسرعة. جنون يا جماعة، جنون يا جماعة، جنون. بس ما حالكم أكثر من هيك. أوف. يعني الشعور يا مش قادر أحكي صراحة، مش قادر أحكي. أنت بس اسمع الصوت هيدا الصوت بيسوى الدنيا كلها.